نحتاج إلى سلطة تمار البحر، 200 جرام من الكالمار، 200 جرام من الجمبري، نصف كيلو من الخس، واحد جزرة، نصف كوب كزبر أخضر، ملعقة كبيرة شبت، نصف كوب عصير ليمون، نصف بصل جوانح، واحد برتقالة، 3 فص ثوم، ملعقة كبيرة خردل تيجون، نصف كوب مايونيز، واحد فلفل أخضر حار، واحد حبة طماطم، ربع كوب زيت زيتون، ملح فلفل أسود، وملعقة صغيرة من الكمون. هذه هي كل وصفاتي للسلطة اللي عندنا اليوم. أول خطوة بالنسبة للخس، أنا حناخد الورقة نقطعهم زي ما هم. حناخد ورقة الخس حنحطها في مية مع حوالي ربع كوب من الخل أو قطرات من الخل، وتقعد لمدة حوالي ساعة في الثلاجة باش ورقة الخس تتعقم على المظبوط، لأن الخس ينبت في أتربة، وطبعا مع الأجواء مع 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 فلازم يتم تعقيم الأعشاب كويس، خصوصا الخس لأنه مش حيتعرض لحرارة أو لأي شيء، فلازم احنا نتأكد أنه عقمناه كويس. بعدين أنا عندي أنا الجمبري، وأنا طبعا بالنسبة للجمبري أنا هنا استخدمت بالقشر متاعها ونظفته كويس. وحناخد توا الكالمار نفس الشيء، حتى هو طبعا نظفناه قصناه حلقات، لو ممكن تسامحوا حتى فروزن يعطي ايضا نفس النتيجة، لان هي في النهاية يعني سلطة مش احنا بنديروا محشي او انواع تانية، فما فيش اي مشكلة في الموضوع. انا عندي هنا مية تغلي، المية هي اللي تغلي حنحط فيها شرايح من الليمون عندنا هنا، تمام بهذا الشكل، وحنحط الكالمار والجمبري. انا عندي شايفينتم الجمبري كيف عندي بهذا الشكل، انا الجمبري مش حنحطه، حنحط الكالمار حنحطه في المية اللي فيها الليمون بهذا الشكل، وحخليهم يغلوا حوالي 5 دقائق. تمام، الجمبري مش محتاج ان نحطه، مش لانه محتاجش وقت. تمام، اول حاجه نحن نديرها اللي هي حنخدم الصوص، وهو الاول اللي حنبدا فيه. انا طبعا عندي هنا بوله، حنحط في البوله هنا عندي، ممكن خلينا نجيب ملعقه، عندي 3 فصوص من الثوم بهذا الشكل، عندي 3 فصوص ثوم مهروس، عندي ملعقة من الشبت، وعندي طبعا نص كوب من مايونيز، وعندي ملعقة كبيرة من خردل تيجان، عندي طبعا عصير ليمون هنا حنحط شوية منه والباقي حنخليه مع الجمبري. عندي توانا هنا مشاهدين الكرام، رجاء ما تستغربوش، رجاء ما تقولوش هذا شي ندير، لأنه فعلا التست هذا هو المهم عندي. برتقالة، البرتقالة هنا بالله عليكم يعني ما تقولوش مثلا كيف عفوا ما تقولوش يعني كيف بيخش في الوصفة، يعني البرتقالة هنا مش هتحسوا بيه، لكن اساسي عندي في الحمضيات، فيا ريت انكم تكون عندكم جرأة وتجربوا الطريقة هي. حنبشر هنا شوية البرتقال عندي بهذا الشكل، وعلى فكرة في سلطة عالمية ومعروفة اسمها زيفيتشي، ومحتوية يعني بالبرتقال والحمضيات، ومن اشهر انواع سلايت ومن اغلاهم على فكرة. فانا حنحط هنا شوية من البرتقال عندي، من بشر البرتقال. بعد ما بشرت انا هنا عندي البرتقال، حناخد سكينة ممكن نقطعها بهذا الشكل، حبة البرتقال عندي، وكل حنحتاج نبي نعصر البرتقال بهذا الشكل، يعني زوز برتقالات هيك يتعصروا مع بعضهم. حنزل البرتقال عندي
حنحرك الكلام هذا كله مع بعضه. حنزل عليهم الكزبر الأخضر، حنزل جزئية من البصل والتانية حنستخدمها في الزينة. طبعا يفضل يكون بصل أحمر لأنه طعمه مسكر. حنحط زيت الزيتون، وطبعا عندي حوالي ملعقة صغيرة من الملح. حوالي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. كذلك عندي هنا الكمون، طبعا مش عارف أنا الألوان عندي هنا، لا مش كمون، خلينا نركز شوية في الكمون عندي. أوكي تمام، هذا عندي حوالي ملعقة من الكمون. تمام، طبعا احنا كل حنحتاجه حنحرك التتبيلة هي اللي عندي. تمام، احنا توا بنشوف الاخبار شن صاير عندي هنا. تمام، غلاء خداك شوية وقتها، غلاء الكلمار عندي. تمام، توا انا اللي نحتاجه، خليني نبي ناخذ الطاوة زي هي، حنحط فيها شوية زيت زيتون، وحننزل حبات الشرمب أو الجمبري عندي بهذا الشكل. وفي الأثناء هي أنا حناخد صحن وحنصفي حبات الكالامار عندي. حبات الكالامار بهذا الشكل مشاهدينا الكرام. طبعا المي هي ما تنخدمش لان كلها زفر عندي مش حنستخدموها. طبعا هنا خليني نقلب الجمبري، مش لازم الجمبري على فكرة يطيب هلبة، مجرد هيك يعني يزيد يبدا زي حرف الاس زي توا يعني خلاص وصل لمرحله السوى ويكون لونه يعني على وردي، فنعرف ان الجمبري انا عندي هنا ولا جاهز. ممكن اعطيه قلبه للجهه الثانيه. تمام، انا هنا حنحي الجمبري عندي بهذا الشكل، هنحطهم براحهم. بعدين هنحط الكالامار عندي، تحميرة بسيطة للكالامار. نبوح توك ياخذنا كيلون لطيف بسيط. هيك حسيت ان الكالامار بداية مثلا، خلينا نجيب ممكن هاي تساعدني اكثر في الشغل. حنقلب هيك شوية الكالامار،
يتحمر هيك شوية، بعدين حننزل عليه بقية الحاجات اللي عندي. جايتك نبي هيك نعطيكي تحميرة بسيطة. تمام، خذيت التحميرة المطلوبة لأن أنا أعطيتها توا سلقة في البداية فمش محتاج وقت هلبة. حنحط حبات الجمبري عندنا هنا معهم بهذا الشكل. نقلب اوكي مع بعضهم. حننزل عليهم عصير ليمون. مجرد كما نزلت هيك عصير ليمون عليهم هيك حسيت بيكون هيك في صوص هيك بسيط، مش محتاج الى رشة فلفل خشن. والصوص ولا عندي جاهز. توا خليني من بعد ما من عندنا هنا. توا كل حنحتاجه مشاهدينا الكرام، انا توا هنا عندي الجمبري ولا جاهز بهذا الشكل هو والكالامار. توا كل حنحتاجه نبي نكمل الخطوات اللي عندي. انا عندي هنا خلينا نجيب البورد هون حنقص عليه. حنجيب الخس، حط شرايح الخس عندي بهذا الشكل. هنقطعهم كبار بهذا الشكل. توانا هنا حنجيب الخس هوا وحنحطه في الصوص اللي درناه. طبعا الخطوة هي قبل التقديم مباشرة، ما ينفعش ان ندير تجهيز مسبق، لا، لما نعرف ان ضيوف قريب يجوا او السفرة يعني خلاص بنحطوها ندير الخطوة هذه. انا هنا حطيت الخس على السلطة، عفوا حطيت الخس على الصوص. فكل حنحتاج اننا حنقلب الخس ب طريقة هي باش يتغلف كويس بالصوص اللي درناه عندي اللطيف هوا. تمام، شايفين كل الالوان كيف عندي هنا كيف تغلفت مع الصوص اللي درناه. توا حنجيب صحن التقديم، خليني انا حنجيب صحن ابيض بصراحة كيسات يطلع حلو. نجيب صحن ابيض عندي بهذا الشكل، حنحط فيه السلطة عندي. هنزينها بحبة طماطم. يفضل طبعا ان الطماطم ما نخلطوش بالصوص لانه مش حيعطيني شكل حلو بصراحة، فخلي لونه هيك احمر بروحه احسن. حط لك حبات طماطم عندي بهذا الشكل، شوية هيك فلفل لو تحبوا الحار، حط لك شوية فلفل
معاهم. شوية بصل الأحمر أول حاجة حيعطيني لون، وتفهمنا احنا على الطعم المسكر، فنحط شوية بصل أحمر عندي. وتو احنا بعد ما حطينا البصل الأحمر جاي وقت العمالقة اللي عندي، لكن قبل ما نبدو في العمالقة أنا عندي هنا جزرة واحدة بالقشارة نفسها، حنعطيك خرطات هيك بسيطة بهذا الشكل، يعني مجرد هيك خرطة بسيطة، وحتى هي حنحطوهم معاهم. ممكن على فكرة لو ودوها تطلع أحسن شكلها، يعني بنحاول إني بنعطيكم أفكار بسيطة تقدروا تزينوا بها سفرتكم. مجرد هيك حطوا كي حبات الجزرات اللي عندي هنا. تو هنا باقي الزينة عندي اللي هي زي ما قلنا الكالامار والجمبري، فحنحط هيك حبة الجمبري مع الكالامار نفس الشيء، حنعبيها بيهم. خليتهم من فوق او خليتهم اخر حاجه نبيهم يبانوا، فهذا علاش ما بدش نخلطهم مع الصوص اللي عندي، وشويه هيك حبات كالامار ما نقولوش لا. بنحط يعني الكالامار المحمرات عندي انا هنا، ان شاء الله تكونوا حبيتوا السلطة اللي عندي. بصراحة سلطة يعني رائعة جدا، وحتبهر المعازيم العائلة.